في واحدة من أهم المواقع الدينية في إيران، ألا وهو ضريح الإمام الرضا، طعن مهاجم ثلاثة رجال الدين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل اعتقال المهاجم في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. وبينما لا تزال دوافع الهجوم غامضة، كشفت وسائل إعلام محلية عن وفاة أحد الضحايا فورا، فيما نقل الآخران للعلاج. وأفادت المعلومات بأن الرجل القتيل هو رجل الدين محمد أصلاني، في حين لم تحدد هوية المصابين الآخرين. كما انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لقطات من الحادث، حيث شهد رجلان على الأرض تلطخت أجسادهما بالدماء المتناثرة، فيما نشرت وكالة إيرنا مقطعا مصورا للشرطة وهي تلقي القبض على المهاجم.